لماذا الآن بدأت تتعالى الأصوات على الشبكات الاجتماعية بالإعلام من بعض المثقفين أنه باستهزاء أيضا أنه تجهز يا مسيحية الآن حيحجبوك، مسكوا مصر. بعضهم بدأ يتحدث أنه مصر الآن لها مئات السنين تعيش بحضارة، والآن الإسلاميين اللي مسكوا سيدمروا مصر، وبعضهم قال سنرى مكة في مصر. لماذا تعالت الأصوات؟ أليس هذا اختيار ديمقراطي؟ هؤلاء سميته أنت مثقفون، أنا ما أسميهم، أنا أسميهم اللادينيون. نعم. لا ديني. هؤلاء من أكذب الخلق. كيف؟ إذا رأوا لهم الغلبة، لاحظ، صاحوا ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية. فإذا لم يروا الغلبة بدأوا بالافتراء والكذب. الغلبة كانت في الجزائر للإسلاميين ونزع منهم الأمر قهرا. الغلبة كانت في فلسطين للإسلاميين نزعت منهم. الغلبة اليوم في العالم الإسلامي كله الحمد لله للإسلاميين وفي مصر. هذه شنشنة، يعني هذا يدل على جهلهم وعلى حقدهم. هذا من جهة أنه ما كذابون في الديمقراطية، ادعاء الديمقراطية. الأمر الثاني كذابون في تصوير الإسلام، لأن الإسلام لا يلزم الطوائف الأخرى بأحكامه. يعني الإسلام ما يلزم المسيحيين، ما يلزم. يعني لو أن مسيحي شرب الخمر في بيته، الإسلام لا يقيم عليه الحد، لا يلزم عقاب، ما يلزم عقاب. ويشرب الخمر في بيته ما يلزم عقاب. لو أن مسيحية لم تتحجب هذا شأنها، لكن من الذي اعتدى؟ هل رأيت، سمعت في العالم كله إن جاء قرار أنه يجب على المسيحي أن يتحجب؟ لا، العكس وجدنا، يجب على المسلمة ألا تتنقب. وكانوا ينزلون في سوريا وفعلوا هذا في العراق، مزقي يا ابنة العراق الحجابة فالحياة تبغي انقلابا. لاحظ، يعني هم بدأوا، يعني هم الذين، يعني ما نقول استستري أيها المسيحية وإلا نقتلك، هذا من الافتراء والكذب، وهذا منصوص عندنا في ديننا وفي قواعدنا. أما أنتم والله ليس لكم دين إلا الهوى والفساد. والله في أذني سمعتها منكم أيها اللادينيون، سمعت قال أنتم، والله هكذا قالوا، يشجعه هكذا قالوا في أحد جلسات سرية، قالوا يشجعهم على اختلاط. لاحظوا، على الاختلاط والسفور، أقسم بالله العظيم قالوها، إني أحذر الدول التي ليس فيها اختلاط، والله الذي يسمعني هكذا قالوها. حذروا، قال نشجعهم وندعوهم، هذه في أحد مؤتمرات حزب الزفت الكلب البعث، قال نشجعهم على الاختلاط والسفور حتى نزني ببنات المشايخ. طيب، يعني إذا استنتج من حديثكم شيخ، حتى ندخل في محور آخر، إنه متى ما كانت الديمقراطية في صفهم سعوا إليها ونادوا بها، ومتى ما كانت ضدهم الموضوع لا يعدو إنه هؤلاء يسعون للسلطة من عشرات السنين ووجدوا ما يسعوا إليه. طيب، يعني إذا كان هؤلاء يسعون إلى السلطة، نعم، الإسلاميون، نعم، وهم يسعون إلى ماذا؟ إلى السلطة. جميل، للسلطة فعلا، لأنهم ينادون بالاختلاط.